لي عبير موسى باش ترجع الحزب نتاعها باش يقوى بعد ما تصير تقلبات جويه في 2019 ل 2020 وقتها تبرز نجوميتها، اما توا مازالت تعاني. كيفاش؟ تعاني من عليها من السياسيين، فما ناس مازالت تقصى عليها، فما ناس سمعوا فيها في الكلام، فما ناس مش راضيين لها الحزب نتاعها، مازالت معاهم في الصراعات. اما بعد يقولوا لي بعد الانتخابات باش تفرز باش تبرز نجوميتها على الاخر، باش تولي عندها بوفوار في السياسه في الساحه السياسيه. حابين نوصل عندها البوفوار الكبير باش يختاروا لها حزبها مع مجموعه اخرين، فما تشكيله مع احزاب اخرين، فما احزاب اخرين علاش قلت لك حملها، فما ناس اخرين باش تدخل مع عبير موسى، عبير موسى باش يكبر حزبها، فما ناس حتى توا عندهم احزاب صغيره باش يدخلوا مع عبير موسى، عبير موسى باش تولي عندها بوفوار كبيره في الوقت، باش تولي عندها بوفوار كيما النهضه والنداء، هذيك شنو نقصد يعني. الاحزاب الصغار الزايدين انا بالنسبه لي ما يعتبروهمش احزاب. Thank you.